للزميل محمد المسردي، كنت سابقا متسابق والآن زميل يحتذى بك في مجال الإعلام، وشكرا أيضا للزميل عيفان العيفان وضيف الشرف الكبير الشاعر إبراهيم الشيخي. نرحب بكم من جديد في الجزء الثاني من حلقة هذا المساء. شاعرنا القادم شاعر تأثر بمدارس الشعرية وهو من ساهم في صقل موهبته. نرحب بالشاعر عبد الرحمن الصواط بعد هذا التقرير. الهدف ما هو بعيد، حتى لو ان المراحل مرهقة، ينبت كفاح وعزم ويذوب الجليد، للحلم شمس وشمس حلمي مشرقة، من التعب يا راحة الراس العنيد، ما جفت اقلامي ولا طاح اورقة، اطوي مسافة مجد واكون رصيد، واترك متاهات الدروب المغلقة، للمستحيل الصعب قدمت القصيد، شاعر سلاح الفكر الشاعر عبد الرحمن بن سعيد الصواط. يمثل لي وصولي للمرحلة 24 من شاعر القمة إنجاز، وأطمح في انتزاع اللقب. الشخصية اللي أنا من بيئة شعر والبيئة اللي حولي أثرت فيني كثير. الشاعر اللي يعني أنا متأثر فيه الشاعر بندر بن سرور. الشاعر اللي أحب ألتقي فيه هو الشاعر عبد الله بن عون، الله طول عمره. مو كثير، ما أعتقد أن الشاعر يقدر يستغني عن وصايا، ما أتوقع أن الشاعر يقدر يستغني عن وسائل التواصل. رحبوا معي بالشاعر عبد الرحمن الصواط. يا مرحبا ومسهلا يا أبو سعيد.